إذا السلام عليكم، مرحبا بكم في التتمة ديال التمرين التاسع من سلسلة تمارين الجداء السلمي في الفضاء وتطبيقاته. إذا في التمرين التاسع غادي نكملوا السؤال الثالث والرابع. إذا السؤال كان يقول حدد معادلة ديكارسي للفيلكة إس في الحالة التالية. إذا الحالة الثالثة الفيلكة معرفة بأحد أقطارها، وفي الحالة الرابعة الفيلكة معرفة بمركزها أوميغا وممثل للمستوى بي. إذن ندوزو دابا للحالة الموالية. إذن بشكل عام إذا كانت عندنا واحد الفيلكة معرفة بأحد أقطارها، فالقاعدة تقول أم تنتمي إلى أس تكافئ الجداء السلمي ديال أم بأم يساوي صفر. إذن هاد العلاقة هادي منين جاية؟ فبشكل عام ملي كتكون عندنا واحد الفيلكة معرفة بالقدرة ديالها اللي هو أم، فإلا خدينا أي نقطة على الفيلكة فدائما المثلث ام ب يكون قائم الزاويه. ماذا يعني هذا؟ يعني ان المستقيم ا ب عمود على المستقيم ب ام. اذا يعني ان الجداء السلمي ام ب ام يساوي صفر. كذلك ملي كيكون عندنا القطر ديال الفلكه فممكن نلقى الشعاع انطلاقا من القطر. اذا الشعاع هو القطر على 2. إذا ندوزو دابا للحالة الأولى، تحديد معادلة فيلكة أحد أقطارها أ ب. إذا كنعرفو الإحداثيات ديال أ والإحداثيات ديال ب. إذا نطبقو القاعدة لتكون أم إكس إيكغيك زد نقطة من الفضاء. إذا أم تنتمي إلى الفيلكة تكافئ ماذا؟ نطبق التعريف، تكافئ أم سلمي بأم تساوي صفر. إذن أم بأم، إذن أم شنو هي؟ إذن الإحداثية ديال أم هي إكس ناقص إكس أ، أي ناقص ناقص واحد، إذن هي زائد واحد، إكس ناقص إيكغيك أ اللي هي إكس ناقص جوج، وزيد ناقص زيد أ أي ناقص ثلاثة، إذن زيد ناقص ثلاثة. بأم كذلك هي إكس، يعني الإحداثية ديال أم ناقص ماذا؟ ناقص صفر أي إكس، إيكغيك ناقص واحد، وزيد ناقص 2. إذن الجداء السلمي يكافئ ماذا؟ إذن هذا الجداء السلمي يكافئ ماذا؟ إذن كنديروا الأفصول ديال أم في الأفصول ديال بأم، يعني X زائد 1 مضروبة في X. إذن X زائد 1 مضروبة في X زائد الأرتوب ديال أم في الأرتوب ديال بأم. إذا x ناقص جوج أو y ناقص جوج في y ناقص واحد زائد الأنسوب ديال أم في الأنسوب ديال بأم، أي z ناقص ثلاثة في z ناقص جوج، إذا يساوي صفر. إذا سنقوم بنشر هذا التعبير. إذن إكس مضروبة في إكس هي إكس مربع، واحد في إكس هو إكس، زائد إيكغيك في إيكغيك هو إيكغيك مربع، إيكغيك في ناقص واحد هو ناقص إيكغيك، ناقص إتنان في إيكغيك هو ناقص إتنان إيكغيك، ناقص إتنان في ناقص واحد زائد واحد أو زائد إتنان، زائد زد في زد زد مربع، زد في ناقص اثنان ناقص اثنان زد، ناقص ثلاثة في زد هي ناقص ثلاثة زد، وناقص ثلاثة في ناقص اثنان هي زائد ستة تساوي صفر. إذن غنقوم بتبسيط هذه الكتابة. كنبداو كنكتبو إكس كاري زائد إيكغيك كاري زائد زد كاري. إذن زائد إكس ناقص إيكغيك
بالنسبة لزيد عندنا ناقص جوج زيد ناقص ثلاثة زيد هي ناقص خمسة زيد. غادي نحاول نجمعو الأعداد المعلومة. إذا عندنا زائد اثنان زائد ستة، إذا هي زائد ثمانية تساوي صفر. إذا هذه هي الكتابة أو المعادلة ديال الفيلكا اس. الآن غادي ندوزو للحالة الموالية. عندنا اس فيلكا مركزها أوميغا وممثل للمستوى بي. إذا اس فيلكا مركزها وممثل للمستوى، إذا هنا خصنا نقلب على الشعاع هو اللي ما عنديش. إذا عندنا واحد الفيلكا وعندنا واحد المستوى. إذا ماذا تعني اس ممثل للمستوى؟ تعني بأن المسافة بين مركز الفيلكا والمستوى تساوي ماذا؟ تساوي R، يعني المسافة بين أوميغا وبين المستوى P كتساوي لنا R، يعني الشعاع ديال الفيلكا. إذا لتحديد R يجب تحديد المسافة D. إذا نحسبوا المسافة D بين أوميغا و P. إذا حسب القاعدة المسافة كتساوي لنا القيمة المطلقة ديال H، إذا ديال X أوميغا ناقص Y أوميغا زائد Z أوميغا على الجذر المربع. إذا هنا الجذر المربع كنديرو ديال إحداثيات المتجهة المنظمية على بي. طيب تحال بغيت نحدد المتجهة المنظمية على بي، فهي كنديرو المعاملات ديال X. إذا المعامل دي X اللي هو واحد، المعامل Y اللي هو ناقص واحد، والمعامل Z اللي هو واحد. إذا هي واحد مربع زائد ناقص واحد مربع زائد واحد مربع. إذا نعوضه، إذا إكس أوميغا كنعوضها بواحد، إذا القيمة المطلقة هي واحد ناقص إكريك أوميغا هي جوج زائد زد أوميغا هي أربعة على الجذر المربع. إذا ديال واحد ناقص واحد مربع راه هو واحد زائد واحد. إذن واحد ناقص اثنان هي ناقص واحد زائد أربعة تساوي ثلاثة. إذا القيمة المطلقة ديال ثلاثة راه هي ثلاثة على جذر ثلاثة. إذن هذه هي القيمة ديال R، وبالتالي فالمعادلة ديال الفيلكا تكتب على هذا الشكل. إذن X ناقص X أوميغا اللي هي واحد مربع زائد Y ناقص Y أوميغا أي إحداثيات المركز. إذن ناقص اثنان مربع زائد Z ناقص Z أوميغا اللي هي أربعة تساوي R مربع أي ثلاثة. إذن R مربع هي ثلاثة على جذر ثلاثة أس اثنان أي هي تسعود على جذر ثلاثة أس اثنان هو ثلاثة. إذن بعد الاختزال سيبقى لنا ثلاثة أي تساوي ثلاثة. إذن هذه هي معادلة الفيلكا، يمكن نخليها بهذا الشكل هذا.